ينفع السبت الجاي. هو انت في حياتك بصفه عامه متردده؟ صعب اخد قرار بسهوله. ليه؟ عشان مش عايز اندم. بس يعني عدم اتخاذ القرار بسهوله ده معناه ان انا مش حاطط لنفسي سياسه او استراتيجيه، يعني مش حاسب خطواتي، انا النهارده هعمل كذا عشان بعد اسبوع هعمل كذا عشان السنه الجايه هبقى وصلت للمكانه الفلانيه فاعمل كذا. انت مش عامله الخطه دي؟ كنت عاملاها في بدايتي. وراحت فين؟ لغايه لما وصلت لحته معينه. وبعدين عشان اوصل للستيب التاني بتيجي وقت كده اللي هي قبل هدوء اللي قبل العاصفه اسمه. للاسف لسه ما وصلتش للقوه اني اقدر اقول انا هعمل ده ومش هعمل ده. لسه ما وصلتش لده. بس انت مش شايفه ان انت يعني قطعتي مشوار، مش هقول مشوار طويل بقى والنجمه الكبيره والقديره، بس قطعتي مشوار لا باس بيه، سنوات كتيره ومحترمه وافلام سواء دراما او سينما، بس النتيجه مش في مرحله بقى وتقولي انا اللي هقرر بعد كده اعمل ايه، مش بس همشي مع التيار. لا ما هو طبعا انا بقول كده دلوقتي. لكن لسه ما عنديش القوه ولا انا بقدر. يمكن لو بقيت نجمه شباك وبدخل ملايين معروفه خلاص اسمي النهارده في اي فيلم، الفيلم ده مش هيجيب اقل من كذا. لو انا وصلت لده ساعتها هقدر اقترح اقول انا عايز اعمل كذا ومش عايز اعمل. انا احب بقى المتهم اللي يعترف لوحده من اول من اول سؤال، ليه ما وصلتيش لنجمه شباك بدخلي ملايين؟ هو مين وصلت انها بقت نجمه شباك؟ بقى في نجوم شباك. تمام. بس قصدك من الرجاله يعني؟ انما نجمات شباك. شوفي انت قصدك، علشان بس اوضح لسان المشاهد، انت قصدك ان ده كان جيل معين، كان جيل ليلى علوي ويسرى والهام شاهين وناديه الجندي في فتره معينه من السينما. بالظبط. معاكي. بس انت مش شايفه ان في مجموعه من بنات جيلك، مش هقدر اقول نجمه شباك بالمعنى المفهوم اللي هي بتجيب ملايين ولوحدها تشيل الفيلم اللي بيكسر الدنيا، بس اسمها بيتقل الفيلم، وفي مجموعه من بنات جيلك عملوا افلام لوحدهم زي منى زكي. لا انا بقصد النجوميه اللي اسمي ينزل يبقى بيجيب كام مليون في السوق. انا بقصد ده. انا ما بقصد، انا بعتبر نفسي. ايوه. انت قلت دلوقتي مواصفات. اوكي. تمام. انا من دول، بس مش دي الدرجه اللي انا عايزاها، مش هو ده. لسه كمان. لسه في حته اعلى اللي هو تقدر تقول ايه؟ نفسي اسم بنت يبقى بينافس اسم نجم بيدخل 10 12 مليون 15 مليون. ليه لا؟ طب قولي لي، قولي لي انت ليه لا؟ هنقول بقى لسه الفرص بقى، ما انت بتاخد فرصه ورا الثانيه ورا الثالثه لغايه لما بتقدر تحقق ده. انت اكزامبل السقه. على ما بقى النهارده السقه وبيعمل فيلم في السنه وبيختار موضوعه وبيشتغل عليه، قعد كام سنه يعمل بطولات وياخد فرص في السينما، متصدر الافيش لوحده. فاهمني؟ معاكي. بس انت مش مع الفكره اللي موجوده في الساحه الفنيه، حتى معظم المنتجين دايما بيقولوها، اللي هي ان في الوسط التمثيلي او الفني في مصر اللي بيتولد كبير بيفضل كبير، واللي بيبدا صغير بيكبر بس عمره ما بيوصل لمرحله النجوميه الكبيره. لا لا لا، انا مش مع الكلام ده. مش معاه. لان هنيدي بدا قد كده والنهارده بقى ايه، وعادل امام بدا قد ايه والنهارده بقى تاريخ يحتذى به. يعني معلش انا اسفه. لا اسفه. المؤمن ليه؟ عجبتني يحتذى به. المؤمن باللي هو بيعمله بيوصل. اي وقت خدته بقى، بس المهم انك توصل صح، ومش مهم اني انط. لان انا ما عنديش استعداد اني اتراجع. از اكزامبل، انا ممكن ارفع اجري قوي، بس انا مش هرفع اجري علشان ارجع انزله. انا عندي اني ارفع اجري حته صغننه جدا عشان افضل موجوده ومحصورش. وانت بترفعي اجرك؟ طبعا. ولا رغبة الجمهور واقبالهم على الاعمال اللي انت بتقومي فيها هو اللي بيخلي المنتج يرفع لك اجرك؟ لا، عمره ما المنتج يعوز يرفع لك اجرك ابدا. يعني هو ما بيعملهاش. انسى الموضوع ده. انت ممكن تبقى عامل عمل جيد جدا وناجح وكده، فتقوم قايل مثلا انا حالة شويه دول عشان ابقى مقرب من الناس دي. برضو ما هو في ناس ادي في الموهبه وادي في النجوميه وادي في حاجات كتير، وممكن يبقى اجرهم اعلى مني كتير. صحيح. تمام. انا مش عايز اعمل عمل في السنه ولا واحد كل سنه. طيب ونص. هرجع لك في فكره عمل في السنه، هسالك سؤال تفكري في اجابته عشان ده محتاج يعني صراحه وصدق مع النفس. ايوه. خايفه كده ليه؟ في ايه بقى؟ لا انا متركز في الحاجات المهمه. انت شايفه لما بتغمضي عينيكي كده وتشوفي كام سنه اللي مثلتي فيهم،
انت شايفه ان دي المكانه اللي انت تستحقيها ولا كان المفروض تبقى اعلى من كده؟ لا نرجع بعد الفاصل.